لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. أزول في اللون، مرحبا بكم ناس اللي جيسكا. اسمعوا ماذا قال محللي الهداف البارح في الليل. المهم بوهنيكا قال بن شيخ شفناك كي نطو فرحت على هدف تسجيل شبيبة قبائل، هدف التأهل، وأيضا انتقادات قاسي سعيد لشبيبة قبائل. ما رأيكم فيما قاله قاسي سعيد؟ أيضا اسمعوا أكساس ماذا قال وبن شيخ. لايك الفيديو وابوني في القناة واتركوا لنا تعليق. الآخر فرحنا كثير رغم وضعيته الصعبة في البطولة الوطنية، إلى أنه الشبيبة تمكنت من تحقيق فوز يجعلها في الدور الربع نهائي بدون انتظار. اللقاء الأخير راح يكون شكلي أيضا أمام الوداد البيضاوي اللي فازت عليه شبيبة القبائل بملعب 5 جويلية. يعطينا الطابلو، نشوف الجدول الترتيب بعد هذه الجولة. الشبيبة في المرتبة الأولى ب10 نقاط مع الوداد البيضاوي، أتليتيكو بيترو، أتليتيكو الأنغولي 4 نقاط، وفيتا كلوب ب4 نقاط. الشبيبة أمين أكساس قامت بالأهم رغم صعوبة المواجهة، وفريق بيترو أتليتيكو أدى مباراة في المستوى صراحة. خلعنا في الشوط الأول، لعب بطريقة جيدة أمين، ولكن الشبيبة عرفت كيف تسجل في وقت حساس وحساس جدا. اليوم نهنيو شبيبة القبائل ونهنيو جمهور الشبيبة تاني اللي كان واقف مع الفريق ديالو سيتو في هذه الظروف هذه الصعبة اللي راهو يعاني في البطولة. نظن شبيبة القبائل اليوم بين باللي فريق تاع القاب، بين باللي عنده تاريخ في كأس إفريقيا، عنده تقاليد. نظن هذا الشيء اللي راهم يلعبوا به اللاعبين، ولا راهم يلعبوا بهذيك الإرادة هذيك، باسكو تشوف وجهين مغايرين في البطولة وفي في الكأس إفريقيا. كانوا فريق آخر، فريق آخر. نظن الشوط الأول نظن باللي فريق بيترو نظن باللي كان سيطر على المقابلة وضيع فرصتين أو 3 فرص ثاني حل سجلنا. نظن باللي كان قادر يكمل ب2-0 في الشوط الأول. نعم. نظن الحمد لله كان تاني كان الجارديا ميجادال اللي جبد أدى مقابلة كبيرة. نظن في الشوط الثاني شبيبة القبائل ضيع فرص، عاود فطن في الشوط الثاني. نظن كانت حارة لاعبين فوق الميدان، نظن بدلوا مجهودات كبيرة. من ناحية الاستحواذ الثاني لعبوا مليح، نظن جاء الهدف في الدقائق الأخيرة. نشكر اللاعبين، نشكر الأنصار تاني اللي وقفوا في هذا اللقاء هذا. وشفت تاني يوناكسيون اللي حيرتني، أنت كيفاش شبيبة القبائل فريق كبير في الجزائر، فريق تاع ألقاب بدون مدرب مور لي بوا، هذا شيء أنا نظن شيء مؤسف. مور اللي درني مينو تمور في ستينا هبط. نظن بلي شيء مؤسف. اليوم أنت كيفاش حبيت تديك كوب دافريك هكذايا؟ نظن بلي شويه يكونوا بروفيسيونال. طبعا مدرب كيفاش يلعب كوب دافريك، يلعب على السوق وما يقدرش يدخل البنك ما عندوش يا فابرو. محمد قاسي السعيد، اللقاء لم يكن سهلا، ولكن الاهم هو النقاط الثلاثه. هل اسم الشبيبه في افريقيا يلعب دور صراحه لما تشوف الشبيبه او الفرق الاخرى اللي تواجهها تحسب لها 1000 حساب؟ نو يلعب حتى دور. رضوان الشبيبه كانت في الثمانينات، تخلاف في التسعينات، وي اليوم في الالفينات تاني ما تحصلوا على مع شريف حناشي الله يرحمه. نقول لك الشبيبه تبهر اليوم، تبهر في افريقيا وتتلقى صعوبات الدوري الجزائري. المقابله شفناها كاع رضوان، المقابله وين بيترو تاع الوندا يعني سيطره بالطول والعرض على المقابله. لا في الشوط الثاني الشبيبه كانت احسن. ايوا كانها فترات رضوان، فترات هي ايضا عندها حظوظها في الدور الربع النهائي، ولكن دائما نقول انايا الاولويه للبطوله الجزائريه كيف الشبيبه تخرج من المراتب الاخيره. نعم علي بن شيخ، بسبب صعوبه المباراه بعد تسجيل دادي مواقي للهدف شفنا كيفاش مره ثانيه اللي تبعك مع شبيبه القبائل، فرحت كثير بالهدف، قلت لي سي بيان. هما لا فيكتوار مليحه سورتو بور لو مورال لي جوار، ايزون اون بيزوان، محتاجين لهاد لا فيكتوار هادي. سورتو مع شو صار في الشامبيون جوستومون بور افرونتي ان شامبيونا افيك ان بون مورال
وسيرتو لي سيبورتور يقعدوا يدعموا فيهم لان راهم كومام يربحوا في هاد لا كوب دافريك يفون ام بون دوزيام ميطون. نقولوا ان بون دوزيام ميطون نقولوا مبروك عليكم يعطيكم صحه ان شاء الله تكملوا هكذا والشامبيونار باذن الله باذن الله ما تحبطوش ان شاء الله. ان شاء الله نروحوا لما قاله البطوله كلهم يتكلموا على البطوله محمد قاسي سعيد حتى اللاعبين يقول لك سورتو في الشامبيونار يعني تعاوننا بزاف تعاونهم كثير راح يكون حافز اليوم. نتمنوا ايضا لاعبين تاع شبيبه القبائل يتركوا الفريق وين لقيتوه خاصه اللاعبين اللي جاوا جدد فريق وجدتوه في القسم الاول ولا ماشي ضغط خاصه اللي سمعنا بعض التصريحات بلا ما نسيتي واسماوات يتكلموا قال لك حنا لازم يفهمونا هاد اللاعبين والمحللين اللي يتكلموا دوك الناس كامله يتكلم على المحللين قال لك لاعبين كره قدم سابقين اللي ولات موضه قال لك كيفاش يتكلموا يعرفوا بلي حنا نسوبريسيون وعلاش يزيدوا يتكلموا بلي ربما لما تكلم ربما اقول ودوب مونير يريح في الجامعه روح الجامع البس قميص جامع روح للدار وعاود ولي ما كيتك احنا رانا هنا محللين احنا لا لا احنا لا لا انا يهضروا علينا بصح انا جامي ريبونديت لواحد بصح تجي تقول لي انت ما تعرفش بارون انت ماشي محلل نقول لك ما كاش مشكل هذا رايك نعم. نحترم راي الناس نعم ولكن واش راك حايب انا في الشامبيون تاع الجزائر انا حبيت نوصل الفكره انه اللي يتكلم ربما يتكلموا على ما قاله دوب مونير ما قاله لحسن نازف لاعبين سابقين في شبيبة القبائل. يا أخي العزيز لحسن نازف ودوب مونير يسالوا في النجمات اللي راهم في شبيبة القبائل في القميص كي تجيب نجمة كيما من حقه يهضر لاعب سابق دوك علي بن شيخ عنده تريبلي في مولودية الجزائر عنده 10 ألقاب في مولودية الجزائر بين بطولة وكأس وكأس إفريقيا ما يهضر على مولودية الجزائر يقولوا له علاش تتكلم لا شوية يعني شوية احترام للاعبين السابقين ولا المحللين ولا اللي يتكلموا لحسن نازف لاعب كبير ويمكن الواحد يسال شويه لي ما واش عنده كثير من يحبس احنا في الجزائر كاينه حاجه ولا لا 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 نقول ولات موضه صرا غير تسمح لي كي تهضر زعما تقول لهم غرو ماتش ودار غرو ماتش قدامنا كاع يفرحوا تو فابيان باسكو علاش هضرت عليه بيان وغدوه ان شاء الله كي تقول ما لعبش مليح ولا ما لعبش نقص اي نقص هاد الحاجه ما يعجبوش الحال هادو هما اللي عارفين ما يتقبلوش الانتقاد ما يتقبلوش ولات ما عندناش ثقافه تقبل الانتقاد نروحوا من المنافسه القاريه دائما نبقاو معاها ومن بعد نروحوا المنافسه العربيه مع شبيبه الصبره اتحاد العاصمه